عبد الحميد عامل وحشني ايه؟ وحشنا يا كابتن والله. وحشنا يا كابتن الحميد، خالص تحياتي للكابتن ليا والكابتن محمود. اخبارك ايه؟ عبد الناصر الحمد لله يا كابتن، كله الله تمام؟ يخليك الحمد لله، كله يا بخير رب يا كابتن. يا رب دايما يا رب. طمنا بقى على انبي كده في العموم قبل ما ندخل في الاسئله اللي انا عايز اسالها لك. خلاص احنا بعد ماتش الداخليه طبعا انت عارف ان الدوري وقف، اخذنا 3 ايام راحه وبدانا تدريب خلاص، وبنستعد عندنا ماتش يوم 21 مع نادي النصر. تمام. كان من ضمن الماتشات ان احنا طبعا انت عارف ان الدوري فيه مؤجلات وفي افريقيا وكده. تمام كابتن عبد الناصر، يعني سؤالي المباشر لحضرتك، يعني ان شاء الله السنه المقبله ايه هيكون شكل نادي انبي فنيا؟ بس يا كابتن احنا اتفضل. الفريق من ناحيه محتاج تدعيم، محتاج تدعيم في بعض المراكز. تمام. ولكن الصفقات الجديده الاسعار عليت جدا جدا جدا، واصبح ان انت لما بتيجي تحط لنفسك تارجت ان انت تجيب لعيبه من الدوري الممتاز، كل نادي معاه لعيب ما بين ان هو لو اللعيب فري وحر الانتقال الدنيا بتبقى سهله. تمام. اللاعب موجود في عقده فاضل له سنه، النادي بيقول لك خليه يكمل السنه بتاعته وليكن الله ما يريد بعد كده. تمام. بتيجي تشتري لاعب، النادي الانديه كلها بتغالي في الاسعار في الوقت الحالي. تمام. وانا شايف ان المفترض الناس تشتغل على قاعده الناشئين يبقى افضل. انا معاك، ولكن ان انت عشان تشتغل على قاعده الناشئين محتاج برضو الموضوع يكون مقنن بالظبط بطريقه جيده بالظبط من مسؤولي اللعبه نفسهم بالظبط. النهارده اتحاد الكره ما يجبش انه يقف موقف المتفرج من اسعار اللعيبه. الاسعار عليت وكل نادي واحنا منهم كمان، يعني لما بتيجي تبيع بتبقى محتاج ان انت تبيع باعلى سعر. مفترض يكون في تقنين لهذا الموضوع، والموضوع ان انت مش هتقدر تحكمه تقول والله الناشئ ممكن يبقى بسعر كذا، والله اللي لعب كم ماتش يبقى بكذا. طب شايف شكل التقنين ممكن يبقى ازاي يا كابتن عبد الناصر؟ حاجتين يا كابتن. اتفضل. تحد من موضوع الانتقالات، يعني انديه الدوري الممتاز القديمه او مش الصاعده، الانديه الصاعده يبقى من حقها ان هي تسجل ان شاء الله رب 25 لعيب او 30 لعيب وات ايفر اللائحه هتقول ايه يعني. تمام. والانديه اللي هي متبقيه او من النادي رقم واحد اللي هو بطل الدوري لحد رقم 16 في الدوري يبقى تحط ليك 5 انتقالات، 6 انتقالات، 7 انتقالات زي ما اتحاد الكره هيقنن. يبقى انت في الحاله دي هتبقى انت محكوم بان انت لازم تشتغل على قاعده الناشئين. تشتغل على قاعده الناشئين وتوسعها. وبرده موضوع المسننين برضه محتاج تقنين. النهارده عشان تشتغل احنا بنشتغل لمين غير للمنتخبات يا كابتن؟ بالظبط. مش في النهايه انت بتعمل دوري عشان تعمل منتخب قوي. اكيد. ازاي انت هتعمل منتخب قوي وانت بتسمح ب3 اجانب والرابع قاعد على الدكه؟ وبتسمح باتنين عرب. يبقى انت ازاي يعني انت بتسمح ب2 عرب في فرقتك و4 اجانب؟ ادي 6 منهم 5 جوه الملعب. هل انت ممكن كده تعمل منتخب محترم يعني والمسابقه تنتج حد كويس؟ النهارده مصر كلها بتدور على فراوده. بالظبط. النهارده مصر كلها ما فيهاش سردباكات. كل ده جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه ان انت ما بتشتغلش على قاعده ناشئين. النهارده انت بتلغي كل سنه 93 بتلغيه، وبتلغي 97 يعني و95 اتلغت. مش كل دي مسابقات بتتلغي؟ يعني يا كابتن دخلتني في موضوع بصراحه موضوع حلو انا بحب اتكلم فيه، لكن يعني اكيد انا كان يهمني ان احنا نتكلم في كده يا كابتن عبد الحميد. موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا. عايز اسالك فيه كمان، يعني انت عارف انا بس خلفك في حاجه، انت كل ما تقلل عدد انتقالات الانديه كل ما الاسعار هيعلى اكتر، خلي بالك. لا يا كابتن وماله، الاسعار هيعلى اكتر. ظاهره عكسيه، لا يعني لا يا كابتن، السوق مفتوح والاسعار عامله كده. تخيل بقى لو النادي محتاج 2 3 بس. يا كابتن عبد الحميد اتفضل، احنا الانديه هتشتغل صح، خلينا بس نتكلم، لو الاسعار عليت هتعلى لمده سنه، بس خلي كل انديه الدوري الممتاز تشتغل على قاعده ناشئين. هتبص تلاقي لما تيجي تشتغل على قاعده ناشئين هتبص تلاقي السوق نفسه هيقل الموسم التالي مش الموسم اللي انت خدت فيه القرار. ما احنا في عالم احتراف يا كابتن عبد الناصر، يعني احنا هو معنى ان انت عالم احتراف ان انت تيجي عشان تجيب لعيب من الدرجه الثانيه تلاقي النادي بتاعه بيقول لك عايز 3 مليون و4 مليون و5 مليون.
ده خلاص ده بقى كده احتراف. لا، العالم الاحتراف الصح ان انا اشتغل على قاعده ناشئين صحيحه واطلع منها واطلع من فرقتي، مش هدفع لحد حاجه بقى. انا في الحاله دي مش هطلع، مش هدفع لحد حاجه. اللي بتلعب على بطولات، انما يا كابتن الموضوع محتاج، صدقني محتاج تصميم. وعلى فكره اللي انا بقوله لحضرتك ده، الكابتن حرب الدهشوري كان رئيس الاتحاد المصري قبل كده، وكان في قرار كان موجود القرار ده ان انت عدد 4 انتقالات او 5 انتقالات. على فكره القرار ده اتطبق قبل كده، ولكن لما جه الكابتن عصام عبد المنعم لغى القرار لسبب او لاخر. يعني اكيد كان في ملابسات كتير. انت يعني عندك كابتن عبد الناصر، عندك الاهلي داخل في بطولات كتيره، الزمالك، ام بي، الكابتن هو القرار ده مش يا كابتن، هو مش رئيس الاتحاد ده هو اللي خد القرار. طب ما خليني اقول لك على حاجه ثانيه. انا نفسي تبقى تيجي معايا حلقه نتكلم فيها بكل الحاجات اللي انت بتتكلم فيها، لان كلام مهم جدا. تيجي تنورني هنا في ان شاء الله في القناه، نعمل حلقه مميزه جدا نفتح فيها كل الملفات دي. لكن سؤال بسرعه، انت شايف ان حضرتك بتقول موضوع الاجانب، شايف ان الموضوع ده هل هو عشان في اجانب، ولا عشان احنا ما عندناش المدرب الكويس، مع احترامي لكل المدربين، اللي هو يقدر يطلع ناشئ ويعمل منه لعيب كره كويس، ويقدر يعتمد على اللعيبه المحليين، ويقدر يقول لك انا مش عايز اجانب؟ يعني شايف هل الموضوع مرتبط بمدرب، ولا مرتبط بمنظومه، لا ولا موضوع الاجانب؟ موضوع الاجانب انت لا يمكن تقفله، لان كل الدوريات في كل العالم بتسمح بالاحتراف. انت في عالم احتراف، واخد بال حضرتك، انت لازم تطعم نفسك، والاجنبي لما بيجي يدي مزيد من الخبرات. تمام، واخد بال حضرتك، بس لازم تقنن اوضاع الاجنبي. النهارده انت ممكن تكون بتجيب 3 اجانب، الثلاثه ممكن يبقوا في الملعب، انا ما فيهاش مشكله يعني. انت ما كل دي بتنقل خبرات اللعيبه المصريه. انت لازم تيجي لي يا كابتن عبد الناصر حلقه لو سمحت، يعني تعالى نتكلم في كل المواضيع، لان مواضيع مهمه جدا. يا جدع يا حميد، ده انت تكبر وانت عارف ان احنا لا كابتن امبي، انت كابتن امبي السابق يا كابتن، ربنا يخليك، وهداف امبي التاريخي، وحاجه جميله جدا يعني، ربنا يخليك يا رب، ربنا حاجه مشرفه جدا يعني، ربنا يخليك. هل في نيه للابقاء على الكابتن خالد الموسم اللي جاي، ولا ممكن نغير الجهاز؟ وهل هيبقى في ليه؟ الكابتن خالد مستمر ومحقق نتائج محترمه، وهيبقى ليه كل الدعم. الفرقه بتتعادل شويه، بتعرف نتعادل، لان احنا عندنا مشاكل بعد ده في الفتره الحاليه، محتاجين تدعيم في بعض المراكز. والموضوع برضو ما بيتوقفش عن ان انت تقول اصل انا ما بحطش جوان عشان ما عنديش فيرود، لا، انا عندي فراوده وكل شيء. تمام، ممكن يكون انت عندك مشكله كامله في الفرقه كامله. تمام، انت محتاج تغطي كل المراكز بتاعتك عشان توصل للثلث الهجومي، وتوصل للثلث الهجومي بفاعليه. تمام، توصل بفاعليه وتهدف. تمام، يعني ان شاء الله كابتن تدعيم، ان شاء الله، ان شاء الله كابتن خالد باقي السنه الجايه وكل الدعم يبقى ليه. كابتن خالد باقي وله كل الصلاحيات، كلام محترم، مجلس الاداره بيدعمه كل الدعم. وكابتن خالد من الناس اللي بتشتغل كويس جدا، ويعني انا برضو اكون صريح معاك يا كابتن عبد الحميد، اتفضل، احنا جبنا كل المدربين طبعا الفتره طبعًا اللي فاتت طبعا، وكلهم كانوا بيسيبونا وبيمشوا لسبب او لاخر. طبعا انا يعني مع خالص احترامي كلهم وخبراتهم، واي حد تولى مسك صفاره ووقف قدام نادي انبي له كل التقدير وله كل الاحترام. ولكن في النهايه احنا تعرضنا لهزات كبيره يعني. انا معاك كابتن عبد الناصر، والكابتن خالد من المدربين اللي عصروا الكابتن طه والكابتن يحيى الله يرحمهم، وعاصرنا بطولات انبي يعني، وشارب منهم خبرات وحاجه جميله. أنا يتولى اكيد يا كابتن، اكيد كل الاحترام ليك كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي انبي، وكل التوفيق لنادي الانبي، وكل التوفيق للكابتن خالد متولي ان شاء الله فيما هو قادم باذن الله. زي ما قلنا لحضراتكم منذ قليل، يعني هشام لسه قايل لي من شويه ان الكابتن علاء نبيل هو المدير الفني الجديد لنادي المقاولين العرب. كابتن علاء نبيل المدير الفني الجديد لنادي المقاولين العرب. كابتن علاء نبيل ايضا من الناس